في الداخل الإيراني تتواصل المظاهرات في عدد من المدن احتجاجا على سياسات نظام الولي الفقيه على الرغم من القمع الوحشي والتعامل العنيف مع الاحتجاجات. خرج مئات المحتجين في طهران ومشهد وغيرها من المدن الإيرانية رافعين لافتات مناوئة للنظام الإيراني ومطالبين بحقوقهم المشروعة المتمثلة في إسقاط نظام الولي الفقيه وتحسين أوضاعهم المعيشية وعدم تدخل بلادهم في الشؤون الداخلية لدول المنطقة. هذا وتواصلت الإدانات الدولية لنظام الولي الفقيه حيث أصدرت مجموعة من المنظمات الحقوقية بيانات تدين فيها تعامل النظام الإيراني مع الاحتجاجات الأخيرة وقمعه للمحتجين دون مراعاة لحقوق الإنسان. هذا وتعود أسباب خروج المتظاهرين في مختلف المدن الإيرانية إلى الانتهاكات المستمرة التي يمارسها النظام بمختلف أجهزته الأمنية والقضائية بكل أساليب القمع والاضطهاد. فقد أعدم النظام في السنوات الخمس الماضية أكثر من 3200 شخص دون أن يخضعوا لمحاكمات عادلة. انتفاضة الشعب الغاضبة التي خرجت عن صمتها منذ أقل من شهر وصفها الخبراء بالجريئة والأكثر اتساعا. خرج المحتجون يطالبون بحقوقهم المعيشية والسياسية والفكرية متحدين قمع النظام المفرط، خصوصا وأنه لازال هنالك معتقلون على ذمة الثورة الخضراء. لم يعد الشعب الإيراني بكافة أطيافه ومكوناته قادرا على تحمل وضع الانتهاكات المستمرة منذ تأسيس جمهورية الولي الفقيه قبل حوالي 4 عقود من الزمن. لا شك بأنها مدة كافية لفهم طريقة عمل النظام في إيران. يأتي رئيس ويغادر آخر، وفي كل مرة تطلق الوعود سنصلح وسنفرج، لكن شيئا من ذلك لم يحدث. هذا جزء من الأسباب التي أدت لاشتعال الشعب وتحديدا أقلياته التي تصبح وتمسي على الانتهاكات والقمع، بل إن تنفيذ أحكام الإعدام تعد جزءا من الحياة اليومية. وإذا ما نظرنا لسجل الإعدامات في السنوات الخمس الماضية نجد أن النظام الإيراني أعدم 642 شخصا في عام 2013، وفي العام التالي تم إعدام 734 شخصا بينهم 14 امرأة و13 حدثا. أما في عام 2015 فقد تم إعدام 753 شخصا، وفي عام 2016 تم إعدام 567 شخصا، وفي عام 2017 تم إعدام حوالي 590 شخصا. إذن فإن حصيلة الإعدامات في السنوات الخمس الماضية أكثر من 3200 شخص، ولا يزال آلاف المعتقلين محكوم عليهم بالإعدام لمجرد أنهم مارسوا حقوقهم الشرعية. مسلسل الاضطهاد الإيراني بحق الشعب لم تكتب نهايته بعد، على الرغم من حزمة الإدانات الدولية عبر السنين، وكان آخرها القرار الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي والذي يدين الانتهاكات الإيرانية الواسعة لحقوق الإنسان وتزايد الإعدامات وقمع القوميات والأقليات الدينية. آلاف المعتقلين تخضعهم السلطات لأنواع من التعذيب، وما بعد التعذيب إما الحبس أو الإعدام، وكلا الحكمين تصدرهم المحاكم الإيرانية بطريقة غير عادلة كما جاء على لسان منظمات حقوقية دولية.